السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية للإخوة، تحية للأخوات الأحرار في كل مكان، تحية لكل المناضلين، تحية لكل المعتقلين، ونعلن تضامننا الكامل مع جميع الحقوقيين المعتقلين المختطفين، وكنطالب بإطلاق سراحهم الفوري واللامشروط، لأنهم لم يرتكبوا أي جرائم، لكنهم يدافعون على حقهم، على حقوقهم البسيطة والمتمثلة في أشياء بسيطة منحها لهم الدستور، ولم يخترعوا شيئا من أنفسهم، ولكنها حقوق مشروعة ومشروطة لجميع الشعب المغربي. الموضوع ديال هذا النهار هذا، غادي نقول للإخوان أن كاين شي ناس اللي كتبرزتهم انني كنقول اوكي بزاف، وانني كنقول يعني انا نقول لكم واحد القائل، انا غادي نحاول ما امكن انني نتجاوز باش ما نقولش هذه الكلمات، غادي نحاول، ماشي غادي سميتو، ولكن راه غادي تنحاول نعود راسي انني ما نقولش هذه الكلمات، راه حتى انا راه ماشي مرتاح ملي كنبقى نقول هذه الكلمات، ملي كنشوف مثلا الناس يبقاو تيقولوا لي راك كتكثر من هذه، انا ما عرفش، ما كنحسش براسي، وما كنعرفش راسي ملي كنبقى تنقولهم، لان شي حوايج اللي كنستعملهم بزاف، وما يمكنش مثلا غادي نحيدهم بواحد السرعه ولا غادي ننساهم بواحد السرعه، ولكن بالممارسه انا كنحاول دابا في المكان، بغي مثلا في المكان تبغي تخرج لي مثلا الكلمه ديال اوكي ولا سميتو، كنحاول انني نتفاداها. الموضوع اللي غادي نهضروا عليه هذا النهار هو واحد القضيه اخرى اللي غادي حتى هي بغيت نهضر عليها، غادي نزيد ناكدها، مثلا الناس اللي تيقولوا لي علاش ما تبينش وجهك، وعلاش وعلاش وما فهمتش، انا واحد النوع ديال العياشه، واحد تيبقى يقول لك عرفتي وبينا وجهك واش غنديروا لك، فوالا غادي نقول لهم كاين الاخ بالقزيز تاشفين كتشوفوه يوميا اشنو درتوا ليه، كاين الاخ منير السويدي كتشوفوه يوميا اشنو درتوا ليه، كاين مجموعة ديال الناس اللي كتشوفوهم يوميا وكتبقاو اشنو درتو ليهم، اشنو جهدكم، اشنو درتو ليهم، واحد المجموعة من المجرمين تيحاولوا يعني تيبغيو يرجعوا راسهم، راهم شي حاجة يعني راه إلا بينتينا وجهك غنصيفطوا لك صاروخ، فهمتي، أرض أرض ولا صاروخ جو جو، هي كتخربقوا، فوالا غير بغيت نبين هاد القيطة هادي، شي واحد تيقول لك عرفتي تبين لنا وجهك واش غنديروا ليكم وغادي نلوحوا الصنارة وغادي نجبدوك، فهمتي ديك اللعبة دي. فوالا الموضوع اللي غادي نهضر عليه هذا النهار هو واحد الوثيقة قديمة، هذا واحد العدد ديال لو تيليغراف، الجريدة الإنجليزية اللي صدرت يوم الأربعاء 19 ماي 1982، وكيف ما كنعرفوا أن في هذا التاريخ هذا الحسن الثاني كان جا للأمريكان باش قام بزيارة في الوقيته اللي كان ريغن هو الرئيس ديال امريكا، وشنو هي الزياره اللي جا بها اللي جا هنايا باش يلقى حل المشكل ديال الصحراء، يعني من خلال دراستي، يعني هذا الشيء ديالي انا بوحدي، ماشي زعما ديال شي واحد، هذه غير من خلال انني كمغربي وكنعرف المغاربه كيفاش تيفكروا، وعشت في المغرب وكنعرف يعني الالاعيب اللي كيديروا المغاربه، يعني المغاربه تنعرفوا روسنا، تنعرفوا بعضياتنا كيفاش، كنعرفوا بعضياتنا، ما يحتاجش مثلا شي واحد يجي يورينا روس. والحسن الثاني مغربي، الحسن الثاني تولد في المغرب وكبر في المغرب وتيعرف التحرميات ديال المغاربه، الحسن الثاني العجينه مغربيه كيفاش تيفكر، يعني انسان مغربي، لانه واحد الانسان اللي كان ذكي، يعني انسان اللي كان ذكي بزاف، يعني كان وماشي من ذاك الذكاء الايجابي، يعني ذاك الذكاء السلبي، يعني كان بحال ان غونار، واش فهمتي، يعني واحد الانسان اللي اذا لقاك اذا لقى لك الضربه فين يضربك تيضربك، يعني ما تيرحمش، يعني تيقلب غير على المصلحه الخاصه ديالو، كيقلب غير على المصلحه الشخصيه ديالو، دائما الحسن الثاني في حياته كلها كان تيقلب على المصلحه الشخصيه، وكان تيقلب على الاضواء، يعني بحال الممثلين دائما كان كيقلب على شي حاجه اللي تخلي مثلا المجتمع الدولي يهضر عليه، هذه هي لا بيرسون ديال الحسن الثاني، يعني دائما انه كان تيدير كل شيء باش كيخلي المجتمع الدولي يهضر عليه، يعني يعني كانت عنده مثلا جوج ديال لي بيرسوناليتي، واحد البيرسوناليتي اللي كيخدمها مع الشعب المغربي في وسط المغرب، وواحد البيرسوناليتي اللي كيبينها للعالم، صديق ديال امريكا وانه صديق ديال اسرائيل، وفي نفس الوقت انه مع العرب، وفي نفس الوقت انه كيضرب اسرائيل، يعني حتى واحد الشخصيه ديال الحسن الثاني شي حاجه اللي ما مفهوماش، راه هو رئيس مجله القدس واون طون كيتجسس للاسرائيليين. المجله هاد الجريده اللي خرجات لو تيليغراف جات واحد المقال اللي مهم مزيان، وهو اللي خلاني يعني تنفكرت في هذه القضيه، وخلاني خرج في هذه المعطيات ديالي انا، اوكي ماشي ديال شي واحد، هذه المعطيات انا اللي مثلا على حسب الافكار ديالي فكرت بهذه الطريقه هذه، يعني هذا رأي ديالي
يمكن لك تناقشوا، يمكن لك تقبلوا، يمكن لك ما تقبلوش، ولكن هذاك رايي كيبقى ديالي انا، يعني ماشي الراي ديال شي واحد. ولا هاد المقال هذا اللي كتبه ار غريغوري ناكس، هو اسوسييتد بريس، يعني كاتب في الاسوسييتد، والمقال من واشنطن، وتيقول لك ان الاداره ديال ريغان انها استقبلت الملك الحسن الثاني، لان المغرب تيعرف واحد المشاكل مع البوليزاريو، والحسن الثاني مشى باش يلقى واحد الحل للمشكل ديال الصحراء. تيقول لك ان الحسن الثاني وصل نهار الثلاثاء ليلا لقضاء 4 ايام اوفيسيال، زياره رسميه اللي غيكون عنده واحد اللقاء مع الرئيس ريغان ومع البيت الابيض، في البيت الابيض. الملاحظات اللي لاحظوها المسؤولين الامريكيين تيقول لك ان هذه الحرب ما غاديش تسالى، وتصوروا ان هادو ملاحظين امريكيين انهم عرفوا ان هذه الحرب ما غاديش تسالى، لان مثلا 7 سنين، يعني من 75 حتى 82، وهي مازال باقا كتزاد، واللي ديك حلبه الصراع في الصحراء بقات كتكبر، واليوم اللي كان داخل فيها مثلا غير المغرب والبوليزاريو صدقات مثلا جرات جهات اخرى، جرات الجزائر، جرات ليبيا، جرات بعض الدول الافريقيه، يعني محطه الصراع بدات كتكبر كتوسع. وقال لك سيدي ان المغرب كيقول ان المناطق اللي كانت مستعمرها الصحراء راها ديالو، وتيقول ان الثوار البوليزاريو تيطالبوا بالاستقلال ديال هاد الجهاد، حسب المقال اللي كنقرا دابا. وتيقول لك هذا مسؤول في الحكومه الامريكيه تيقول ان زياره الحسن الثاني يعني اخذت بعض الخطوات المهمه للقيام ببعض خطوات لحل المشكل في الصحراء، اللي هو غادي يكون مثلا الاستفتاء، وما تبقاش ما يبقاش القرطاس، اوكي، السيس فاير. وتيقول لك سيدي ان مثلا الخطوات اللي اتخذت في هذا الصراع هذا ما جابت حتى شي نتيجه، لان بوليزاريو تياكدوا انهم بغاو يكونوا في محادثات مباشره مع المغرب، ولكن الحسن الثاني تيرفض هذه المحادثات المباشره. هنا خصكم تعرفوا هذه القضيه هذه، ان البوليزاريو بغاو واحد اللقاء مباشر مع الحسن الثاني، ولكن الحسن الثاني رفض يكون لقاء مباشر. علاش الحسن الثاني رفض يكون لقاء مباشر؟ لان الى تلقى مع البوليزاريو المشكل غادي يتحل، اوكي. الى جلسوا مثلا المغرب، الحكومه المغربيه والبوليزاريو يكون جلسوا مع البوليزاريو في 1982 وقبل هذاك التاريخ، المشكل كان غادي يتحل، كانوا غادي يتفاهموا وكان المشكل غادي يتحل. ولكن الحسن الثاني كيف ما قلت لكم انه انسان ذكي، ما بغاش المشكل يتحل. وعلاش ما بغاش المشكل يتحل؟ لانه الى تحل المشكل الحسن الثاني ما غيربح والو. وهنا غادي نجيكم مثلا المقال في الوسط اشنو غادي يقول، يعني هنايا مثلا كنت حل المشكل، ما غاديش الحسن الثاني ما غادي يستافد والو من هذا المشكل هذا. وهنا غادي نتعرفوا علاش. وهنا تيقول كسيدي ان هذا المشكل هذا راه غادي يكبر، وان امريكا كتحاول انها مثلا تلقى واحد الحل سلمي. وتصوروا هنايا مثلا ان امريكا بغات تلقى واحد الحل سلمي للصراع اللي في الصحراء، ولكن تيقول لك ان الحسن الثاني الذي عمره 52 سنه وكيحكم المغرب مده ديال 21 سنه، المغرب فيه 20 مليون نسمه، يعني هو في جانب العرب في الصراع العربي الاسرائيلي، ويتفق مع الافكار الامريكيه ومع الصراع العالمي والصراع اللي واقع كله، ان دائما المغرب تيكون في جانب، يعني اي حاجه مثلا كتاخذها، الخطوات اللي كتاخذها مثلا الولايات المتحده في اي صراع ولا سميتو، كيكون المغرب في جانب الولايات المتحده. وهنا تيعتبروا ان الحسن الثاني راه صديق للولايات المتحده، مادام انه كيتفق مع جميع الخطوات اللي كتاخذها الولايات المتحده في العالم. وحتى مثلا انه اقترح عليهم، الحسن الثاني اقترح عليهم انهم ان يقترح على الولايات المتحده باش تستعمل القواعد العسكريه في المغرب، وباش يجيبوا حتى مثلا العسكر ديال الامريكان يجيبوه للمغرب، باش مثلا للتدخلات في الشرق الاوسط. وهنا كيف ما كنعرفوا ان التدخلات في الشرق الاوسط، وهي التدخل الى كان شي مشكل مع اسرائيل. هنا خصكم تفهموا هذه القضيه. الحسن الثاني من اللي قال هذه القضيه هذه، قال انه كيسمح للامريكا باش تستعمل القواعد العسكريه المغربيه للمشاكل اللي غادي تكون في الشرق الاوسط. وهنا كنعرفوا ان المشاكل اللي كانت في الشرق الاوسط، اللي كانت باينه مزيان في الشرق الاوسط في هذيك الوقيته، وهي المشاكل، هي المشكل العربي الاسرائيلي. يعني تيقول لهم فوالا هاكو القواعد العسكريه ديالي،
استعملوها الى مثلا شي عربي ولا شي دوله عربيه نهضت هجمات على اسرائيل، ها نعطيكم كل شيء، ها انتم اقراوا. وتيقول كسيدي هنايا ان الولايات المتحده كانت كتسبورتي الحسن الثاني، لان الدوله ديالو اللي كانت كتعاني من مرض اقتصادي، مشاكل اقتصاديه اللي خلات مثلا الناس نادو داروا ثوره السكر والخبز. هاي وقال لك بالنسبه وهاد المشاكل مثلا اللي حاصله في المغرب، ان امريكان كتعرف كل شيء شنو طاير في المغرب. نهضت السيدي ان امريكان طلبات من الصندوق النقد الدولي باش يعطي للمغرب 300 مليون دولار. امريكا هضرات مع صندوق النقد الدولي باش يعطي للمغرب 300 مليون دولار في افريل 26 من سنه 1982. يعني في 1982 المغرب توصل ب 300 مليون دولار. غنقول لكم واحد القضيه اخرى هنا، 300 مليون دولار هذيك في 1982 المغرب كانت فيه 20 مليون نسمه، المغرب كانت فيه 20 مليون نسمه، وامريكان عطات للمغرب 300 مليون دولار. القضيه الاخرى اللي غادي نزيدكم، الدولار في 1982 القيمه ديالو راه ماشي هي اللي كاينه دابا. 300 مليون دولار في 82 هنجيبوا القيمة ديالها شحال كانت هنايا. أنا لقيتها لكم أسيدي، كم كانت قيمة الدولار في 1980؟ أوكي هنايا تيقول لك أسيدي، هذا جوجل هو اللي عطانا هذا الجواب. ياك شهد الدولار الأمريكي معدل تضخم متوسط قدره 3.01% سنويا بين عام 1900 بين عامي 1980 و 2016. 100 دولار في عام 1980 هي 291 دولار، يعني تقريبا 300 دولار، يعني 100 دولار في 1980 وهي 300 دولار. في عام 2016 القوة الشرائية ديال 100 دولار من 1980 هو 291 دولار في 2016، يعني 100 دولار في 1980 في الثمانينات 1980 هي 300 دولار. يعني غنشدوا مثلا هاد 300 مليون وغنضربها في ثلاثه المرات، هي شحال؟ هي 900 مليون دولار اللي توصل بها الحسن الثاني في 1982. هذه اعانه عطاتها ليه امريكان. وكيف ما كنلاحظوا ان هنا بعض الناس تيقول لك مين جات الثروه ديال العائله الملكيه؟ شتي مين جات الثروه ديال العائله الملكيه؟ ها مين جات الثروه ديال العائله الملكيه؟ شتي ها هي هنا فين بدات؟ لان محمد الخامس ما كانش عنده الملايير. ها انتم كيف ما قلت لكم الذكاء ديال الحسن الثاني، جاب خلق واحد المشكل ديال الصحراء باش دار الامريكان حلاب بويا الحليب. الا كنتو كتذكروا الاغنيه ديال الغيوان ديال حلاب بويا الحليب، وراها علاش كيهضروا. شتي ها هي ان الحسن الثاني خلق المشكل ديال الصحراء ودار المشكل ديال الصحراء بقره حلوب من امريكا. ونزيدكم مازال، راه هادشي راه ما كافيش. اوكي عطاوها سيدي، سلفوه 300 مليون دولار اللي غنضربوا في ثلاثه المرات اللي غتكون سيدي 900 مليون دولار اللي عطينا للمغرب في 1982. في 1982 في الثمانينات الحد الادنى للاجور كان في المغرب 100 دولار. يعني كان مسكين ذاك الانسان البسيط اللي كيخدم في المغرب، كان تيخدم شحال كنقولوا شحال كان كيخدموا الناس مثلا في ديك الوقيته، كانوا تيديروا سيدي 2 دولار في النهار. يعني الانسان مثلا ذاك الانسان البسيط اللي كيخدم مثلا في البني ولا تيخدم في الفلاحه ولا تيخدم، كانوا كيعطوه 400 ريال في النهار، 20 درهم في النهار. هنا غادي تشوفوا مثلا ان اليد العامله كانت بسيطه، باش غادي يقولوا لي الناس راه هذيك 300 مليون هي باش بنينا السدود وباش بنينا الطرق سميتو. يعني اليد العامله كانت رخيصه، المواد اللي كانت كتباع الوقيته كانت رخيصه، باش تصايب الشوانط وباش تصايب الطرق كانت رخيصه، باش تبني السدود كانت رخيصه. المسائل اللي كتاثر مثلا على الاقتصاد في الدول المتقدمه وهي اليد العامله لانها كتكون غاليه، ولكن في المغرب كانت اليد العامله رخيصه وباقه رخيصه. يعني ما يجيش شي واحد يقول لك راه حنا خسرنا هاد الفلوس في البني ولا خسرنا هاد الفلوس في سميتو. 300 مليون دولار اللي القيمه ديالها كانت في الوقيته 900 مليون دولار. هذه وحده، هذه راه ماشي هادشي راه مازال. وقال لك اسيدي واحد الشخص في الاداره الامريكيه كان عنده واحد الحديث مع الحسن الثاني باش غادي يقدموا للملك واحد الاعانه اقتصاديه اللي غتكون عباره على مواد غذائيه. وقال لك ان الولايات المتحده عطات للمغرب 55 مليون ان ايكونوميك ايد انوال. واسمعوا واحد القضيه اخرى، راه من 82 ولا كيعطوا للمغرب 55 مليون اعانات اقتصاديه. المغرب كيتوصل ب 55 مليون اعانه اقتصاديه من امريكا
سنويا 55 مليون. شفتوا يونايتد ستيت ناو بروفايد موروكو وذ 55 مليون ان ايكونوميك ايد انور، يعني سنويا كتعطي للمغرب 55 مليون. وشوفوا هنايا مثلا، شوفوا الثروه ديال العائله الملكيه من جات، وتصوروا مثلا شحال هاد الفلوس اللي مثلا توصل بها المغرب، والمغرب مازال متخلف، والمغرب مازال فقير، والمغرب مازال تعيش في البرارك، والمغرب مازال ما تلقاوش الماء اللي يشربوا، والمغاربه ما لاقينش في السبيطارات فين الدواء، والمغاربه ما لاقينش المدارس فين يقريو ولادهم. وحنايا كنتوصلوا ب 55 مليون دولار سنويا مع الولايات المتحده الامريكيه، لان امريكا ما تقدرش تناقش هذا الشيء، ما تقدرش تناقش مع المغرب هذا الشيء، لان المغرب عنده حكومه، المغرب عنده برلمان، لان مثلا امريكا كون كانت مثلا غتعطي هذه الفلوس مباشره، هادشي اش كنقول لكم، ان مثلا الحكومه في المغرب راه غير ديكور، لان مثلا الملك ملي مشى مثلا لامريكا راه ما عطاوش هذيك الفلوس، ما عطاوهاش ليه هو، عطاوها للشعب المغربي، انه ملي مشى مثلا كيطلب اعانه من عند الامريكان راه ما عطاوش ديك الفلوس لانه هو الملك، ولكن عطاوه لانه هو الرئيس ديال البلاد، يعني هو هو اللي كيسير البلاد، يعني هو باسم الشعب المغربي خدا هاد الفلوس هذه، هاد القروض وهاد الاعانات وهاد الشيء كله كيخداها باسم الشعب المغربي، ما تيخداش على راسه. راه ما يمكنش مثلا شي شخص غادي يمشي لواحد الدوله وغادي يقول لهم راه خصني الفلوس وغيعطيوها لك، لان كاين مبرر، لان عطاو هاد الشيء هذا، قال لهم راه الشعب مثلا ما لقي ما ياكل، قال لهم راه حنا ما عندناش، ما خصنا الاعانات وخصنا هذه، عطاوها سيدي هذا الشيء. واش كيعرفوا المغاربه؟ ما تيعرفوش ان امريكان كتعطي للمغرب 55 مليون دولار سنويا اعانات، هذه كتعطيها ليه. وعاد سيدي قال لك عطاوه 30 مليون سلف، نو اوكي، الحكومه الامريكيه عطاته 30 مليون دولار باش يشري الاليات العسكريه، والاداره الامريكيه اداره ريغان زادت هاد 30 مليون وصلت ل 100 مليون في سنه 1982، عطاته 100 مليون دولار، يعني قررت ليه 100 مليون دولار باش غيشري بها اليات عسكريه. ولكن الاداره الامريكيه الخارجيه ديال الامريكان قالت لهم اوا وهدا وزقاو بزاف لهاد 100 مليون، لان الاداره الخارجيه ديال الامريكان كتعرف كلشي شنو طاري، اوكي، دوك المسؤولين ديال الخارجيه قالوا لهم زقاو، هاد الشيء راه بزاف، 100 مليون راه بزاف عليه، هي هذيك باش عطاوه 30 مليون. وقال لك اسيدي هذه القضيه هذه ما عجباش الحسن الثاني، ملي نقصوا ليه، ملي مثلا الخارجيه الامريكيه رفضات باش تعطيه 100 دولار، قال لك اسيدي ما عجبوش هذا الشيء، وطلع عليه الدم وتقلق، وتيقول لي ملي اننا عندنا حنا الصحراء وعندنا سميتو، وراكم كتعرفوا انتم البوليزاريو ديك الوقيته باش كانوا كيدابزوا، كانوا كيدابزوا بمطريات قدام ديال روسيا، وهو كيمشي كيكذب على امريكا. وواحد القضيه اخرى في المقال الاخر اللي كنت قريت، درت واحد الفيديو، راه الفيديو ما كانش كامل لان ما كانش بزاف المعلومات وحيدتو، لان ديك الساعه الوزير بوستا، وزير الخارجيه اللي كان بوستا في ديك الوقيته، دار واحد الاستجواب مع امريكان، وقالوا لي علاش اللي ما تجلسوش مع مثلا مع البوليزاريو حتى معاهم. بوستا قال لهم ويلي علاش غنجلسوا معاهم، راه من غير 10 الناس، كيفاش غنمشيو حنايا نتفاهموا مع 10 الناس ولا نديروا مثلا استفتاء مع 10 الناس. هذا بوستا بفمه قالها. وهنايا تيقولوا لهم خصنا سيدي 30، قالوا لهم خصنا 100 مليون نشروا السلاح باش ندافعوا على روسنا من البوليزاريو. البوليزاريو تقوات، يعني تقوات الوضعيه ديالها، خاصه ملي دخلت المنظمات الوحده الافريقيه، انها ولات يعني دخلت، دونك ملي غادي تدخل التنظيم غتلقى واحد المساعدات من الاعضاء ديال منظمه الوحده الافريقيه. وان اسمعوا نقول لكم واحد القضيه اخرى، هنايا تيقول لك اسيدي ان الاداره الامريكيه قالت الحسن الثاني راه خصك تقوم يعني بشي حل بالزربه، يعني بواحد الحل سريع، تجلس مع البوليزاريو وتحلوا هذا المشكل. علاش؟ شوفوا هنا الذكاء ديال الامريكان، ماشي الذكاء ديال الامريكان، الامريكان كانت عندهم نيه صالحه، ولكن الحسن الثاني ما بغاش هذه النيه الصالحه، ما بغاش مثلا المشكل يتحل، لان الا تحل المشكل ما غيبقايش ياخذ الاعانات من عند الامريكان، لان الامريكان كتعاونوا لانه صديق ديالها، لانه برقاق ديالها، ولانه كيخدم المصالح ديال الامريكان، كانت كتعطيه اعانات وكانت كتعطيه اعانات، دونك الا مثلا تحل المشكل ديال الصحراء غادي تنقص من هذه الاعانات ولا غتحيد هذه الاعانات، دونك الحسن الثاني ما بغاش يجلس مع البوليزاريو باش هذه الاعانات ما ديالش تحبس، باش مثلا خصو هو بقى مشكل، باش خصو يبقى يحل من عند الامريكان. هنا شنو قالوا ليه سميتو؟ هنا هذا الشيء الامريكان مثلا الاداره الامريكيه قالت لي اسمع مولاي، راه خصك تقوم بواحد الحل يعني سريع قبل ما يدخل قبل ما يترأس القذافي منظمه الوحده الافريقيه. قالوا لي راه الا مثلا ملي في هذيك السنه القذافي هو اللي ترأس منظمه الوحده الافريقيه، وقالوا لي مثلا الى دخل مثلا القذافي لمنظمه الوحده الافريقيه، المغرب راه غتكون صعيبه عليه باش يلقى حل سلمي مع البوليزاريو. وفعلا هذا الشيء اللي طرا،
هنا تيقول لك اسيدي ان المغرب والبوليزاريو كلهم انهم تيقوموا بالتسليحات، لان البوليزاريو كانت كتسلحها الاتحاد السوفيتي اللي عطاتها الصواريخ اس اس 6 ميسايل. البوليزاريو كانوا كيتلقاو المساعدات العسكريه من عند الاتحاد السوفيتي، والمغرب كان كيتلقى المساعدات الاسلحه من عند الولايات المتحده. وتيقول لك اسيدي هنايا ان الجزائر وليبيا كلهم تيسبورتيو البوليزاريو. وهنايا تتقول لك امريكا ان هذه الحرب راه الى ما جلستوش وما تفهمتوش راه ما غاديش تسالى، وحتى واحد ما غادي يربح، وغادي تاخذ مثلا ابعاد كبيره. هذه قالتها امريكان في 1982، هذه الاداره الامريكيه، الاداره ديال ريغان، قالت للحسن الثاني راكم الى ما اتخذتوش مثلا شي حل سلمي دابا هذا المشكل راه ما عمره غادي يتسالى، وخاصه من اللي عاد دخلت في جوانب اخرى مثلا بحال الجزائر وليبيا. هنا تيقول، هنا تيقول لك وي دو نوت سي، هذه الاداره الامريكيه كتقول وي دو نوت سي ات از وور ويتش كان بي وون باي ايذر سايد، ذا بوليزاريو كانت ديفيت ذا موراكان اند وي دونت سي ذا موراكان از فاينلي فينيشين اوف ذا بوليزاريو. تيقول لهم احنا دابا امريكان شنو قالت لهم هذه في 82، قالت لي ما كنشوفوش النهايه ديال هذا الحرب. اوكي مازال ما كنشوفو، ما غاديش تكون النهايه ما دمتم انكم نتوما، ما دام ان البوليزاريو ما قدروش ينتصروا عليكم وانتوما ما قادرش تنتصرين عليهم، دونك هذا المشكل هذا راه ما عمره غادي يتسالى. وهي هنا قالت لي الاداره الامريكيه قالت لهم انها كتمنى انهم يلقاو واحد الحل قبل ما يتراس معمر القذافي يولي هو الرئيس ديال المنظمه الوحده الافريقيه اللي كانت في 1982. وقالوا لهم الى مثلا القذافي تراس المنظمه الوحده الافريقيه كتصلي بصلاه الجنازه على الحل السلمي، ما غاديش يكون، ما عمر غادي يكون شي حل سلمي. وهنا اللي بغيت نقول لكم ان مثلا ان هذه تعتبر اكبر سرقه في تاريخ المغرب، سرقه ديال المال العام. لان الحسن الثاني ما جلش مع البوليزاريو وما تشاورش مع المغاربه. واش الحسن الثاني مثلا دار شي انتخاب قال للمغاربه رانا واش نجلسوا مع البوليزاريو ولا شنو نتحاربوا معاهم؟ ما جلس، ما تفاهمش مع المغاربه. ورغم ان مثلا ديك الوقيته كانت شي اصوات اللي خرجت كتقول علاش اللي ما نجلسوش معاهم ونتفاهموا معاهم، يعني كون جلسنا مع البوليزاريو في الثمانينات وفي السبعينات كون راه تفاهمنا معاهم وكون هاد المشكل ما غاديش يبقاش، وكون راه ولات في ضراريه يعني غيكون عندهم التسيير الذاتي وراه غتكون منطقه مغربيه، يعني غيكونوا تيخلصوا الضرائب للمملكه المغربيه. اوكي ولكن هما ما بغاوش هادشي، هما ما بغاوش يلقاو حل للمشكل، لان الحسن الثاني ما بغاش يلقى حل للمشكل، لان لو كون لقى حل للمشكل كيف ما غادي نزيد نعاود كون راه الامريكان ما غاديش تبقى تعطيه المساعدات، والمساعدات ديال 55 مليون دولار راه مستمره الى يومنا هذا، والاعانه الامريكيه راه مستمره الى يومنا هذا، وراه من هاد المساعدات الامريكيه هي من كتشوفوا مثلا النظام والاتباع ديالو دايرين لاباس، وحتى واحد ما تيقول شي واحد راك مطلي شفار. النظام المغربي والناس اللي دايرين به عارفين هاد الشيء كاين، عارفين ان امريكان كتلوح للمغرب الفلوس. اللي دار الحسن الثاني باش يبقى يحلب من عند الاداره الامريكيه، يحلب من عندهم الفلوس، رغم انها مثلا هو الشيء هنا مثلا كون كنا كنقولوا مثلا امريكا راه ماشي في صالحها يكون السلم وكذا وهذه، علاش مثلا ماشي غير اداره واحده اللي كانت كتطلب السلام، كلهم الادارات اللي مثلا بغاو يحبسوا هذا المشكل، علاش؟ لانهم تيلوحوا هما الفلوس. وتصوروا ديال الاعانات اللي كتمشي، هاد الاعانات فين كتمشي؟ الله غادي تقول لي هاد الاعانات مثلا هاد الفلوس اللي كتوصل بها اوكي 55 مليون اللي كتعطي امريكا اعانه للمغرب كل سنه فين كتمشي؟ يلا بلا ما نشوفوا حنا داك الشيء الاخر، بلا ما نشوفوا لا مدخل الفوسفات من يجيبوا الناس ديال هاد الدوله المغربيه هذه تجيب لنا غير 55 مليون ديال المساعدات الامريكيه فين كتمشي؟ يلا شنو درتوا بها؟ يعني 40 عام اوكي غادي نضربوا سيدي 55 مليون 55 غادي نضربوها فاش؟ غادي نضربوها في 40، ها انتم شحال عطاتنا ديال الفلوس؟ ها هي 220 مليار ديال الدولار اللي وصلت للمغرب اعانات من عند الامريكان في مده 40 سنه. 220 مليار فينا هي؟ يلا جبدوا لي 220 مليار دولار اللي دخلت للمغرب اشنو درتوا بها؟ شتي راه الشيء اللي بغيت نقول لكم. شتي مثلا الناس اللي غيقولوا من الثروه ديال العائله الملكيه، ها هي ها من جات، ها هي البقره الحلوب ديال الثروه الامريكي ديال الثروه ديال النظام المغربي، ها من جات، ها هي جات كتجي من عند امريكان، ها هي 300 مليون دولار اللي عطاهم في 1982 اللي كانت كتمثل 900 مليون دولار. اوكي 300 دولار كانت القيمه ديالها في 1982 هي 900 مليون دولار. اوكي شوف المغاربه ها الفلوس، ها الفلوس اللي كتمشي. والقضيه الاخرى 55 مليون، 55 مليون دولار سنويا اللي كتعطى للمغرب فين كتمشي؟
وعاد كنمشيو ناخذوا مثلا الكريديات ودرنا الخصاصه ودرنا وشحال ديال عباد الله شحال من نسمه كاينه في المغرب. 30 مليون نسمه اللي كاينه في المغرب راه نجيبوا الخشيبات ونحسبوها وغادي نلقاوكم كتشفروا ياك شتينا. نجيبوا للمغاربه نجيبوا الطباشير ونجيبوا لوحه ونبقاو نكتبوا ليهم ها شحال وفي الاخر غادي نلقاو المغاربه واكلين ليهم رزقهم. وكتمشيو كتستعملوا الشعب المغربي فاش كتاكلوا رزقه، لان هذا الشيء هاد المساعدات راه ما كتقدمش للنظام، كتقدم للشعب المغربي. ويعني كون كانت هاد المساعدات كتمشي للشعب المغربي كره الشعب المغربي ما تيعانيش دابا. راه هادشي راه ماشي معقول. هادشي الناس اللي كيجيو تيقول لك المغرب راه ما عندوش مداخيل ولا الموارد ديالو ضعيفه ولا سميتو هذه المغرب عنده موارد ومازال كيتلقى الاعانات. وهذا الشيء علاش مثلا المغرب، هذا الشيء علاش مثلا النظام المغربي دائما كيف مثلا نقول لكم تيحاول يقول للعالم ان المغرب راه دوله فقيره وان المغرب دوله متخلفه باش يتلقى المساعدات. هذه مثلا غير مساعدات، هذه غير مساعدات ديال الولايات المتحده 55 مليون سنويا، وعاد عاد الاعانات الاوروبيه اللي كتجي من عند الدول الاوروبيه. راه هذا الشيء علاش مثلا النظام المغربي ماشي من مصلحته ان المغرب يولي دوله متقدمه، ماشي في مصلحته. خص دائما المغرب يبقى دوله متخلفه وانه خصو الاعانات وخصو المساعدات باش هما باش النظام ما يلقاش باش النظام ما يسدش عليه هذا الباب هذا، لان المساعدات الخارجيه هي باش النظام المغربي داير 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 هاد الثروات وانهم راه معاقبين الان وراه معاقبين عاقب مثلا التهريب وديك تبييض الاموال اللي تيقوم بها النظام وتيخرجها للخارج، راه معاقبين. هناك تحقيقات جاريه في هذا الشيء اللي واقع هذا. وهذا الشيء راه هذا الشيء المغاربه راه انتم خصكم تلقاو حر راسكم، لان المغرب لان النظام المغربي تياخذ على راسكم الصداقه تيستعملكم. شتي دابا النظام المغربي شنو داير؟ داير بحال ديك المراه اللي كتمشي كتجيب شي طفل وكتخرجوا الشركه تبقى تطلب به. راه هكذا النظام المغربي داير لكم، دائما تيحاول يبين خصو يبين للعالم ان المغرب راه دوله متخلفه وان المغرب راه دوله فقيره وان المغاربه ما لاقين ما ياكلوا باش هو يتوصل بالمساعدات. وراه هذا الشيء علاش مثلا باش كنلقاو مثلا الملك ديال المغرب الخلاص ديال ديالو اكثر من احسن رئيس في العالم، من اغنى دوله في العالم، الرئيس ديالها ما كيشدش مثلا اللي كيشدوا مثلا الملك ديال المغرب. راه ها علاش؟ ها انتم ها كتشوفوا علاش؟ ها شفتوا الاعانات اللي الناس كيعطوا للشعب المغربي الفلوس باش يعاونوه، ولكن واحد خينا كيشدوا مثلا ديك الاعانات وكيشدوا وكيقسموها بيناتهم، تياخذ هو الاكثريه وكيعطي دوك الشفره الصغار اللي معاه تيروح لهم شي شويه، باش حتى هما كيبقاو ضاربين الطم وباش حتى هما كيبقاو ساكتين، وباش هذوك الناس في البرلمان حتى هما تيجيو تيكذبوا. وراه هذوك اكبر الخونه، شد البرلمان والحكومه هذوك راه خونه، لانهم ساكتين على الظلم، لانهم عارفين شنو كيدير النظام وعارفين الاختلاسات اللي تيقوم بها، ولكنهم ساكتين لانهم خدامين معاه، لان موظفين ديال النظام ماشي موظفين ديال الشعب. وهذا الشيء اللي خص المغاربه يعرفوا. وهذه راه وثيقه، راه ماشي شي واحد يكذب عليا. هذه كانت من مثلا شي واحد في الحكومه المغربيه يجي يقول لي هذاك الشيء راه كذوب، هذيك هضره خاويه. شتو ها انتم ها شتي البوليزاريو بغات تجلس مع المغرب، ولكن المغرب ما بغاش يجلس معاه. شتي كون جلس معاهم كره تحل المشكل، كره ما بقاتش مثلا هاد الكذبه هذه ديال الصحراء، كره الصحراء مغربيه من شحال هذه، ولكن ما بغاوش هاد القضيه تحل، لان المشكل ديال تحل ما غيبقاش يتوصلوا بمساعدات. اللي كيكذبوا على ان المغرب، واش عباد الله امريكان كتعطي للمغرب مساعدات غذائيه؟ وتصوروا ان امريكان مازال كتعطي للمغرب مساعدات غذائيه. علاش كيعطي للمغرب مساعدات غذائيه؟ لان النظام تيمشي تيقول ليه راه المغاربه ما لاقين ما ياكلوا. واش عباد الله كشتوا شي مغربي مثلا توصل بشي مواد غذائيه من عند امريكان؟ قولي مثلا في 20 سنه الاخيره ها هو المغرب تيعطي مساعدات غذائيه للمغرب، واش شفتوا شي مثلا شي انسان مغربي توصل بشي مساعدات امريكيه بشي مواد غذائيه امريكيه مؤخرا؟ يقول لي شي مغربي يخرج يقول لي اي بصح حنا توصلنا بالمواد الغذائيه الامريكيه. وهي هنا مقال تاكد ان المغرب كيتوصل بالمساعدات الغذائيه من عند امريكا، وكيتوصل ب 55 مليون سنوي 55 مليون دولار سنويا مساعدات اقتصاديه. هاي باش الاقتصاد ديال المغرب باش الاقتصاد ديال المغرب يتطور، باش يطوروا الاقتصاد المغربي. واش كتبان هاد الفلوس هذه؟ كتبان فين كتمشي؟ هذا هو الخبر، هذا هو المقال اللي لان هادشي اللي واقع حاليا مثلا في المغرب راه تيخليك مثلا ترجع تنقب في الماضي. راه هادشي مثلا اللي واقع في المغرب دابا راه عنده ماشي غير جو، كان راه عنده واحد الارضيه، وديك الارضيه ها هو الاصل ديالها فين كان. شتو هو داك لو غوناغ ديال الحسن الثاني، شتو شنو دار؟ ها هو شنو دار؟ ها 300 مليون دولار عباد الله في 1982،
300 مليون دولار اشنو داروا بها في المغرب. وهنا كيبقى الحكم ماشي الحكم ديالي انا، هادشي اللي كنقول لكم انا، هذه الراي ديالي انا. يعني هنا انا كيفاش تنفكر، يعني كنشد مثلا كنشد شي حوايج كنقرا قدام وكنلاصق فيهم وكنشوف داكشي كيفاش كيوصل. يعني وهنا تيبقى الحل المغاربه، لان هادشي راه هادشي راه ماشي معقول. هادشي باش تبقى دائما الصحراء حاطينها لينا ديك القضيه راه مشكل وخصنا الاعانات، لاننا كان الناس كيهجموا علينا وكيديروا لنا وكيديروا سميتو. المشكل ديال الصحراء كان يتحل قبل من 82، كان يتحل كون جلستو مع البوليزاريو. ولكن الحسن الثاني ما بغاش يجلس مع البوليزاريو، كون جلستو مع البوليزاريو كون قلتو الاستفتاء كون رحنا كون المغرب عايش بخير دابا اوكي. ولكن انتم ما بغيتوش المغرب يعيش بخير، لانكم ما غادي تستافدوا والو الا كان المغرب عايش بخير، لان دائما المغرب يكون تيعيش المشاكل ويكون في اضطرابات باش انتم توصلوا بالمساعدات. فوالا هذا الشيء اللي بغيت نقول. انا طولت بزاف والاخوه، والسلام عليكم. والراي كيبقى الراي ديالكم، ماشي الراي ديالي انا، ماشي الراي ديالي هذا. ولكن هذا مقال قريته ديال 1982 لما قام الحسن الثاني بزياره للولايات المتحده الامريكيه وهاشنو طرا فيها. اوكي يلا السلام عليكم.